على الحج الآن ومن مطار دغين لطفي بعاصمة الجنوب الغربي بشار، غادر أول فوج من حجاج بيت الله الحرام باتجاه مطار الثانية بوهران لاستكمال رحلتهم إلى البقاع المقدسة على متن رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية. هي رحلة باتت مشقة شاقة جدا لكثير من حجاج بيت الله الذين لا يزالون يتحملون عناء السفر ليلا انطلاقا من بشار إلى وهران في ساعات متأخرة من الليل. نور الدين مازري بعث بالتالي. نطلبوا طياره منا الجده والمدينه، عندنا مطار كبير الحمد لله. الله يعملوا حج مبرور وذنب مغفور، والله الله يزيد في الدوله الجزائريه، راها قائمه بينا وما خصنا حتى خير. الحمد لله استقبلنا احسن استقبال، ان شاء الله نمشوا سالمين نجوا سالمين، والامن الاستقرار ان شاء الله لبلادنا، ربي يشافي لنا رئيسنا ان شاء الله. الله يحفظ هذه البلاد، والله يحفظ الشباب تاع هذه البلاد. وكاين حاجه باغي نتمنى نقولها باقا في نفسي مادام اغتنم الفرصه نتاع تلفزيون النهار، نتساءل علاش بشار كان المطار تاعها يروحوا منه الطائرات من بشار للمدينه الجده، واليوم راحنا نمشيو نقطعوا مسافه نمشيو لوهران ونباتوا في وهران والصباح عاد نقبضوا نمشيو لجده. كان 162 حاج، الاقلاع سيكون على 11 مساء، كل اجراءات راها اون اوفر. يا اون سول فورماليتي تاع دوانيير بو لي باجاج باش يبقاو سوسيلي باش الحجاج ما يتعبوش.